واجد الماس ديال غدا. انا ني واجد البالي زاجيني موجود. انت كتشجع الجزائر، انا غنشجع المغرب. تلاقاو غدا. لحظات قليلة على الماتش اللي كتفصلنا، ودابا خصنا نهضروا وشوف كل واحد فينا غادي يهضر دابا بوحدو. غادي نسويتشو الكاميرا الاخرى. انا عندي اسئلة نقولها لك. وي جود لك. جود لك اشير. اليوم هو الماتش ديال الحسم اللي غادي يجمع ما بين المغرب والجزائر. هذا الماتش هذا مهم بزاف بالنسبه لينا حنا كاملين، ولكن خصنا نعرفوا انه تيران شدوا فيه الحراسه ثلاثه المرات كيف ما كان قبل وسيباراو ما بيناتنا، دونك هما عارفين انه ممكن يوقع شي مشكل. الحاجه اللي بغيت نقول قبل ما نهضر على كل شيء انه خصنا نكونوا بيسفل مع بعضياتنا ونبينوا لكاع العرب اللي خايفين من انه توقع شي مشكل بلي حنايا بيس مع بعضياتنا، وكل واحد يشجع بلاده كيف ما خصو يشجعها، وما نديروش المشاكل ان شاء الله، ونوريهم حنايا علاش قادين بجوج مع بعضياتنا. هذا الماتش هذا غادي يكون في ستاد ديال التمامه. هذا الستاد هذا اللي الطاقه الاستيعابيه ديالو 40,000 واحد، اللي تستوحى الشكل ديالو من طربوش العربي ديالنا حنايا. وكيف ما كتشوفوا كاع التيرانات اللي كاينين هنايا كلهم عندهم واحد اللمسه اللي عربي، وهذه حاجه زوينه بزاف. من ورا ما غيسالي كاس العرب وكاس العالم غادي ياخذوا كاع دوك الكراسه وغادي يديهم للدول الفقيره اللي ما عندهمش تيرانات، وغادي يعاونوهم بهم باش يقدروا يديروا تيرانات، وهذه حاجه اللي واعره بزاف. وتولي الطاقه الاستيعابيه ديال التيرانه دا غير 20,000. دونك نتلاقاو ان شاء الله في الماتش وغادي نبلبلوها، وغود لاك لكل شيء. ما نجيش لقطر، ميتة مهبول يصبغ شعره